كمين. لا لا كمان ربنا عايز اعيط. ان شاء الله يكون حاجه. لا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنشوف آخر ظهور للفنان خالد عجاج. تغير ملامحه تماما لدرجة أن أنت مش هتعرف أن ده خالد عجاج. فهل يعاني من مرض؟ وقال أنه قبل كده فكر في الانتحار. هنشوف تفاصيل الخبر، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب. احلى اكل ربنا يبارك فيك. ايه الجمال ده؟ الف مبروك. ايه الحلاوه دي؟ انت حبيبي وشرفني والله العظيم وشرفني. شيف شربيني ده شيف مصر. انت حبيبي كلها. انت حبيبي اخويا. والله العظيم اكبر شيف. سبسكرايب للقناه علشان كل الجديد يوصل لنا. يعد الفنان خالد عجاج واحدا من أهم المطربين في حقبة التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة. نجح في فرض اسمه وسط كبار النجوم وتصدر ألبوماته المبيعات وقتها. تصدر خالد عجاج محركات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية بعد تداول فيديو له أثناء تناول وجبة الغداء في أحد المطاعم، وظهر على ملامحه علامات الشيب، وبدأت الجماهير تتفاعل مع الفيديو على نطاق واسع. وقال أحدهما: يا على الزمن، شكله اتغير قوي، أنا معرفتوش. هل يعاني من مرض؟ بنحبك يا فنان ووحشتنا أغانيك. وكان الفنان خالد عجاج تحدث عن ذكرياته مع السهر في فترة الشباب قائلا: مقاييس وطرق السهر اختلفت كتير الآن، وزمان كنا بنسهر أمام نهر النيل وكان في حفلات كتير وكانت بتبدأ في الليل وبتنتهي الفجر. وأكد الفنان خالد عجاج أن قربه من الله منعه من التفكير في الانتحار خلال الحالة النفسية التي مر بها مؤخرا وأدت إلى انعزاله وابتعاده عن الغناء. وكشف ان سر عودته للساحة الغنائية بألبومه الجديد الذي طرحه في العيد هو زوجته وأولاده الذين يحبهم ويعيشون من أجله، مشيدا بالدور الكبير الذي لعبه نجله في ظهور الألبوم. وقال خالد عجاج: لقد تعرضت لضغوط نفسية واكتئاب شديد جعلني أنعزل عن العالم وأبتعد عن الغناء في ظل الظروف الصعبة التي عشتها في الوسط الفني. وقال: فكرت أن أذهب إلى طبيب نفسي، لكني قربي من الله وأدائي للصلاة في وقتها كان يجعلني أشعر براحة أكثر، ولم أفكر في الانتحار كما ردد البعض، خاصة أن لدي في الحياة ما أعيش من أجلهم. وشدد الفنان خالد عجاج على أن دعم زوجته وأولاده له خلال الفترة الماضية هو ما أعاد له ثقته في نفسه. لا لا كمان ربنا عايز اعيط. ان شاء الله يكون حاجه. لا والله العظيم احلى اكل ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. ايه الجمال ده؟ الف مبروك. ايه الحلاوه دي؟ انت حبيبي وشرفني والله العظيم وشرفني. شيف شربيني ده شيف مصر. انت حبيبي كلها. انت حبيبي اخويا. والله العظيم اكبر شيف. لافتا إلى أنهم شجعوه كثيرا ويقفوا بجنبه خلال الظروف الصعبة التي مر بها والتي كانت ستدمره نهائيا. نتمنى من كل قلبنا مزيد من التألق والنجاح للنجم الكبير خالد عجاج، وربنا يشفيه ويعدي بيه الأزمة على خير. بكده يكون فيديو النهاردة خلص. انتظرونا في فيديو جديد. السلام.